على عدد من الأمور صدرت من طوطو وفي حق طوطو مباشرة بعد حفل فني احتضنته مدينة الرباط من تنظيم وزارة الثقافة. أحضر هذا اللقاء كمحامي من أجل المواكبة القانونية ومن أجل إبلاغ الرأي العام الوطني والمجتمع وكل القوى. رجائي باش نوصلوا رسائل من خلالكم. عندنا رهان كبير عليكم كاملين بدون استثناء لإبلاغ موقف ومواقف وكذلك رسائل لهذا المجتمع الذي ننتمي إليه جميعا. كما تعلمون لأنه في الآونة الأخيرة كان الموكل ديالي على أهبة السفر للخارج في إطار أجندة ديالو ديال التسويق المنتوج الفني اللي كيخدم عليه واللي هو كاين عند واحد الفئة في المجتمع كتبغيه، وتم التوقيف ديالو بواحد الطريقة عادية من طرف الأجهزة الأمنية وطلبوا منه باش يتسحق بولاية الأمن. اتصل فيا في حينه فطلبت منه امتثال وفعلا هو امتثل تلقائيا قبل ما يتواصل معي. لحد الآن تنجهلو شناهي الأسباب ديال الاستدعاء ديال الأمن. غدا إن شاء الله غادي نتلف ولاية الأمن ديال الدار البيضاء من فضلك سيدي. عافاك. شو هاد الاحترام عافاك؟ الاحترام خاصو يكون متبادل. الله يعطيك الخير. قلت غدا إن شاء الله غادي نتلف الطلب ديال الاستدعاء ديال الأمن. نحترم الجميع بدون استثناء ونشكركم كلكم بدون استثناء، لأن كما قلت عندنا رهان عليكم كبير باش نبلغوا واحد العديد ديال الرسائل في جو أخوي عائلي هادي. فأنا كنقدر أنه يوم الأحد تجيو فيه في الصباح سي با فاسيل بوغ نو تو الموند. نتعاونوا كاملين ونحاولوا ندوزوا هاد 20 دقيقة طايمين ديال هاد الندوة في واحد الجو أخوي وجو ديال تمغربيات اللي مبني على الأخوة والعائلة. قلت انه ان شاء الله غدا غيمثل عند الناس ديال الامن الوطني باش يعرف شنو هي اسباب ودواعي ديال سميتو. كاين امور اللي هو اللي غايقولها لكم مباشره وكاين امور اللي غادي نقولها انا. فانا بغيت قبل ما نعطيه الكلمه هو باش يتكلم، بغيت الله يجازيكم بخير نقول لكم انه غيتكلم هو غيتكلم انا، ومن بعد حنا راه الاشاره ديالكم جميعا. Donc, Taha, à vous la parole dans 10 minutes pour dire ce que vous voulez à tout le monde et à travers les masses médias, les hadri. Yalla, la voix, 10 minutes. Salam alaikum. Là, on a essayé de jouer. On a essayé de faire son fichier. Bon, je pense le message. Il est clair. Déjà, comme les nanas, je n'étais pas calculé, je suis désolé, donc surtout je pense le concert de Rabat, donc je présente mes excuses déjà devant les autorités, le public, les camions, les bars, les autorités, les ayats, les organisateurs. On a mis les chaybin, mais qui ne dérouche si à chaque chayb, qui ne dérouche rap, rap mais si chayb. راب عنده واحد لونغاج بوحدو، عنده سي كود بتيت دوك لي كود ايزون با ايتي امبلوي او بون مومون او بون اندوا اي فوالا فوالا. جي ميكسكوز، زعما جي ميكسكوز حيت
je me suis pas bien fait comprendre حيت ما فهمونيش الناس تقدر كون زيتيهم شويه قاع صح في بزاف كاع اي بي فهمتيني زعما سبا حنا زعما البوبليك الحمد لله زعما انا جون بوبليك اللي فاهم عاوتاني شنو واقع اللي حنا موسيقى ما كنديروش بها شي حاجه خايبه ولا كنديرو موسيقى اون فيت لاغ وتنكملو فيه ومازال غنعاودو مازال غنبقاو كنطلعو سيغ سين مازال نبقاو نديرو لي كونسير مازال نبقاو خدامين على الموسيقى ومازال نمثلو الفن المغربي والراب المغربي فين ما كان و جوبونس هذا هو زيد نعطيك الكلمة سي فولي كونتيني باتسوسيك فوالا سي quand je suis pas quelqu'un qui je veux juste préciser ouais là je suis pas quelqu'un qui aimerait je veux te dire que ça soit avec la presse mais le boulot ou là ma parce que bizarre de dire la drape parce que je crois que dernièrement les artistes ou ma femme chérie il y a des artistes là que ça soit des artistes jeunes ou la grande génération moi je suis pas quelqu'un qui fait encore la violence mais si n'importe quoi je suis pas du genre et puis voilà je demande des excuses à tout le monde vraiment mais là j'ai pas voulu être méchant même j'ai pas que je voulais des charges vraiment c'est juste que je me suis pas bien fait comprendre ou l'idée c'est la race mais c'est la femme chérie c'est une bonne leçon je pense c'est une très bonne leçon ça doit être bon شكرا على هذا الشكر لكم كاملين وبإيجاز أنا ما نطولش بغيت أنتم اللي حاضرين نشكركم ولكن كاين وحدين أخرين غايبين وفي هذا الأثناء تناولوا الموضوع ديالهم ديال هذا النقاش اللي تطرح في المجتمع سويت المسائل اللي صدرت من الموكل ديالي واللي اعتذر دابا رسميا امام الملا وغادي نقول اسباب ونزول هذا الاعتذار والخلفيه ديالو والاهداف ديالو اللي هي نبيله نابعه من العمق الترابي ديالنا ديال المغاربه وديال التامغربيه وديال هذا المجتمع بغيت في الحقيقه في هذه الندوه الصحفيه نتوجه بالشكر لواحد مجموعة من الزملاء ديالكم الزميلات ديالكم ومنابر إعلامية يعني فعلا انتوما وهما والصحافة فعلا في هذا الوطن كتجسد فيها السلطة رابعة كتنقل ما يقع في المجتمع كينقل التصارع اللي كيوقع في المجتمع كينقل كل شيء أنا بغيت نشكر بالخصوص الأخ رضوان رمضاني إن كان سباق في استضافة الموكيل ديالي في القناة ديالو وفأنه حاول تسليط شيء من الضوء على الطريقة كيفاش كيفكر بها طه طاني بانيشون تاع جون ماروكان بحالو بحالكم بحال واحد الفئة من الشباب المغربي كيبقى إنسان يقدر يغلط يقدر ما يغلطش كيبقى مواطن يطبق عليه القانون ما تيقولش لا كيبقى من حقه يتسأل ومن حقه يقاضي ومن حقه يتقاضى ولكن حنا في واحد المجتمع كومام إلي أونكادري أنا غادي نشرح بزاف ديال الامور فيما بعد نشكر كذلك بالخصوص في هذا الاثناء الاخوان المسؤولين على برنامج ديكريبتاج السي عبد العزيز الروماني وصاحب القناه السي كمال الحلول يطول العمر القيدوم ديالكم والصحفي الكبير في هذه البلاد والناس اللي كيكينين في ذاك البرنامج يعني قالوا شهاده حق في حق الدفاع والشريك ديالهم برلمانكم اللي حاضر معنا تنظن في هذه النظره الصحفيه واخا سيدي سمحوا لينا بغيت نشكرهم لانهم تناولوا هذا الموضوع هذا الصباح دابا هذه سيتينا فاغ دابا اصبحت قضيه راي عام والا ما كناش نعيطوا لكم كاملين فشكرا لهم لانهم تناولوها من جوانب انسانيه وان الاوان باش نوضح انا ثلاثه الاشياء اولا هذا النقاش اللي تطرح بشأن التصريحات ديال الموكل ديالي طه واللي قدم في واحد الجزء كبير منها اعتذار ليكم الصوت
قدم فيها اعتذار اللي قدم فيها اعتذار رسمي الآن لنساء ورجال الأمن اللي كانوا صاهرين على ديك التظاهرة للسلطة المحلية بمختلف مكوناتها للشباب اللي كان حاضر لأن الشباب هذاك جمهور ديالو الشباب هذاك جمهور ديالو وكانوا كيتبعوا هذيك المسائل أو من خلالهم للمجتمع للناس اللي حسوا بأن أي حاجة صدرت منه هو ما فهموهاش منه كما قال في العديد من المواقع وكما كيقول الآن هذا الصباح أمامكم هو تيعتذر فيها وهذا الاعتذار ديالو ماشي واحد الوسيلة باش يتنصل من أي مسؤولية قانونية أو متابعة قضائية لأنه هو تيعتبر نفسه وراه أكدها وغيأكدها أنه تيبقى أن سيتويان مواطن بحاله بحال كل المغاربة بحال كل الشباب المغربي خاضع للقانون وخاضع للمسؤولية وللمسألة القضائية ما عندناش إشكال في هذه المسائل هذه وما عندناش فيها نوع من التحدي بل فيها امتثال لما يسمى بدولة الحق والقانون اللي حنا كنا مسؤولين عليها وهذه دولة الحق والقانون عندها واحد المؤسسات وعندها آليات اللي كتشرف على مساءلة أي إنسان تيغلط وكتحاكم أي إنسان تيغلط إذن كنظهر لي النداء الأول أو الرسالة الأولى للدفاع وباسم طه ربما ما يقدرش يقولها هو تيفهم في داك الشيء ديالو الراب داك الشيء قهرني أنا بعدا بديك اللغة الله كان تعلمها معاه باش نفهم شنو كيبغي يقول ليا وصعوبة ياك باش فهمت منه شي حوايج صافي الله تبارك الله عليك زعما هادي يطلع جوني سليلا الو بالنسبه ليا هاد القضيه هادي الرساله ديالو كيظهر لي مدام ان الزميل ديالكم سيتي جيني الصحفي المحترم اللي كنكنوا له حنا كل التقدير وكل الاحترام حس بان او شعر او تقال له او قال ليه او كذا كاين القضاء هو الفيصل بيننا فكيظهر لي يعني على مستوى النقاش العمومي خصنا نحبسوا هاد المسائل حنا ما عندناش محاكم ديال الشعبيه حنا عندنا محاكم ديال القضاء اللي كيأطرها دستور ديال المملكه المغربيه اللي كيأطرها قوانين اللي كاينه سلطه قضائيه حنا ما غاديش نحاكموا واحد التصريح وقرينا النوايا ديالو هو كيشرح لكم قال لك انا ما كنتش قالها باللغه ديالو كي قلتي لها عاود قول لي هذيك ما كنتش قالها وهي تجي يكون ما عندوش النيه واي جريمه فيها النيه فيها الفعل المادي وفيها العلاقه السببيه هذا نقاش ماشي مع الاخوان الصحفيين ماشي مع المجتمع ماشي تنقلل منكم ابدا تنحترمكم على راسنا وعينينا كل المنابر بدون استثناء وبدون اسماء احتراما للجميع ويعني كلكم ما كنتكم محفوظه اللي حاضرين واللي غايبين فهو ما عندوش ما كانش عنده هذه هذا النقاش نقولوه بسميتو ولكن حنا ما تيخصناش نسيدو واحد الخطاب ديال الكراهيه خطاب ديال التفرقه حنا امه اختلفت في قضايا رئيسيه وتصالحت امه اختلفت في قضايا مهمه وتصالحت امه يؤطرها دستور يؤطرها قانون تسيرها مؤسسات الفضاء العام له ناسه ورجاله شرفاء يؤطرونه ويضبطونه ومسؤولون على تنفيذ القانون ولكن لسنا نحن من نحاكم الناس انا هاد القضيه ديال الموكل ديالي بريء والموكل ديالي كذا والنقاش القانوني انا غنخليه للمحكمه ولكن انا الرساله الاولى عندي كوناغيت لا قدم الان اعتذار انا برساله اقول لكل الناس الذين وقالها بالصيغه ديالو وكنبدا بالفنانين الكبار اللي هما رواد ديال الاغنيه المغربيه ورواد ديال الفن المغربي هادو تراث ثقافي وفني ورصيد فني اللي كنا كنعتزو به حتى هو كيعتز به هو تكلم في واحد الشق لما غادي تجي له وقيته باش يوضح النقطه ديالو
وحتى هما تيعتذر لهم وحتى هما غيتم الاتصال بهم وغيتم الاتصال بالمحامين ديالهم وغادي يتفضى هذا الاشكال هذا كامل. حنا ما يهمنا هو ان نطور اي تعبير من التعبيرات المتواجده في مجتمعنا في ظل امه موحده متسامحه ما فيها لا غنى لا حقد لا كذا. ما نقتلوش الورود، ما نقتلوش الازهار. تقرا كان شي ورده طالع عوجان قدوها، هذا هو الرساله الثانيه. الرساله الثالثه ان توتو ليس انسانا متعاليا على القانون وليس اقل من الناس في القانون. غدا سيمتثل للاستدعاء التي وجهته له الشرطه الولائيه بمدينه الدار البيضاء وسيذهب. نحن كدفاع ولا هو نجهل المضامين ديال الاستدعاء اللي وجهته له الامن الوطني وما كنعرفوش شنو هي لحد الان. فقط سمعنا عبر الاعلام ان الصحفي المحترم تيجيني قدامه بواسطه دفاعه دعوه قضائيه. نحن في انتظار ان نتوصل وسيكونون لكل حادث حديث انذاك. علاش معيطين ليه البوليس؟ مازال ما عرفناش علاش. غادي يمشي لعندهم وغادي يحضر وغادي يدافع على نفسه وغادي يجاوب. وكنظن حنايا في دوله المؤسسات ودوله الحق والقانون له حقوق وعليه واجبات. واعتقد ان هاد الناس حنا ماشي راه كاين ضوابط وكاين قوانين. النداء اللي بصدق انا كنقولو كمحامي وكمواطن، كنقول ستوب، كفى. لسنا كلنا ملائكه نمشي فوق الارض، ولسنا كلنا قديسين نمشي فوق الارض. طه شاب مغربي، طه مغربي، طه ولد هذا المجتمع. إن أخطأ هنالك آليات وهنالك قوانين وهنالك ناس ورجال مسؤولين عن ذلك. رجائي ألا نعود بنقاشات تجاوزناها، بل يجب الالتفات الى اي ظاهره من الظواهر في المجتمع. هذا متروك عنده ناسو، ماشي انا ماشي مختص في هذا الشيء. انا ما مسؤول لا على الاخلاق ولا على الدين ولا على الثقافه ولا على الشباب. انا محامي، دوري كندافع، ورجل حقوقي اؤمن بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا وكما تبناها دستور 2011 الذي كانت فيه بصمه كبيره للشباب والحركه الشبابيه والحركه الاجتماعيه في هذا الوطن. راه ما تنساوش حنا راه اي حاجه كتصاوب في هاد البلاد راه كنصايبوها بشكل جماعي، مؤسسات ومجتمع ولذلك اي حفاظ على اي حق من الحقوق فالفصل 25 من الدستور كيعطي لهاد الشاب بحاله بحال مجموعه من الشباب الحق في التعبير الثقافي والانساني. اذا ديجا هو العمل ديالو ولا المسائل ديالو اللي انكادري بار لا كونستيتيسيون. ليديكاسيون ماشي طوطو اللي مسؤول عليها ولا الاستاذ زهراج ولا الصحفيين. اذا كان شي خلل في الاسره ولا في الترابي ولا كذا نشوفوا نقلبوا على فين كاين الداء ونقلبوا على الدواء. فاي خطاب غادي يبقى مستمر بهذا الشكل كنظن ليس فيه خير لا لشبابنا ولا لمجتمعنا اللي كيتميز بالتسامح. تداول معايا الاخ طوطو كدفاع في الهجوم اللي كيتعرض ليه، الخطاب ديال الكراهيه اللي كيتعرض له والخطاب اللي كيتعرض ليه. حنا تنعتبروا ان داك الشيء غير مقبول ونربأ بان نلجا كذلك الى القضاء. من حقه هذا الحق ديالو يتنازل عنه لانه هو فنان تيقول انا كيما غلط حتى انا موضوع نقاش عمومي وهذا ان ديبا في لا سوسيتي il va pas يعني لي بريزونتي دي روكيت devant la justice marocaine concernant certains gens اللي كي اون ديجا يعني وصلوا لواحد الحد ما نذكروش اسمائهم ما نذكروش الصفات ديالهم. ولكن هو اليوم جا باش يقول لنساء ورجال الامن معذره، لرجال ونساء السلطه المحليه بمدينه الرباط معذره، لواحد الفئه من المجتمع عريضه معذره، لنساء ورجال الاعلام معذره. اذا
كان كلامه ما فهمش واصدر منه شي حاجه من الاساءه للفنانين الكبار كيعتبرهم قبيله كنتكلموا الوالد ديالو صديق ديال مجموعه من هاد الفنانين اللي هما باغيو يديروا دعوه الان وكيعتبروه بحال ولدهم فما كاين علاش هذا. شكرا لكل القنوات كل المنابر وكل من تداول اسمنا وكل ما شكرنا حنا من باب الغيره على شبابنا من باب الغيره على هذا الشاب من باب المسؤوليه المهنيه لان قانون المنظم لمهنه المحاماه كيعطيني الحق نعطي النصيحه للموكل ديالي قبل الاقدام على اي مسطره قضائيه. وكان من اهم النقاط التي تناقشنا فيها هل هو واعي فعلا بما اقدم عليه من بعد الكلام فلا ما فهمونيش ولا غلطوا راه دارها عند الاخ رمضاني دارها في مواقع اخرى وغادي يديرها وغيعطي دي تصريحات موجود واجد ماشي هذاك الشيء ديال لاصين. لا لا الله يخرج التربيسي على خير معاك وصح. فكنظن هذا الشيء هو علاش تلاقينا بكم في هذا الصباح وكنشكركم بزاف بزاف. انا غادي تنبغي نشكركم بعدا بغيت نشكركم كاملين من قلبي اصاله عن نفسي ونيابه عنه ونيابه عن اسرته وبغيت نحيي الوالد ديالو والاسره ديالو الوالد ديالو من خيره الناس وطه مربي تربيه صالحه واذا اخطا كيتصلح. شكرا لكم جميعا شكرا للنساء ورجال الاعلام. الو الاجوبه دابا سي هيبا بريس او ايا بريس ايا بريس ايا بريس ما نقولش كاع انا غادي نجاوب غروسو موضوع لي كيستيون باش نعطي فرصه لزميلات وزملاء اخرين ديالكم ونعطي كذلك الكلمه للموكل ديالي ونبدا بالموكل ديالي هو الاول. سالول سالول ابريكا عطيه عطيه نشوف السؤال شنو هو داك واش تستمر في الفن كذا الى اخره. لا لا ماشي تستمر هو خليه يجاوب لا طوطو صافي طوطو بغيف بغيف هذه دابا هو خولي انا نجاوب سمعنا استاذ خلينا نهضر دابا راه محمد غيجاوب يلا مزيان صافي خليه بحال المحامي. واش بغيتو نجاوبوا ولا الله يجازيكم بخير. اولا باسم طوطو بلسان طوطو تنقول لكم حنا ما عنده هو مشكل ما حتى شي شخص ولا حتى مع شي تيار كيف ما كان. هذا انسان فنان في نطاق داك الفن ديالو اللي كيعرف واللي انا غادي نبقى نجاوب حيت هذا كان هذه راه 4 ايام ولا 5 ايام ديال النقاشات بيني وبينه في قضايا متعدده تيبقى هو انسان قبل ما يكون زبون وتنبقى حتى انا انسان واب ومسؤول وناشط حقوقي وعندي بزاف ديال الاهتمامات في هذه البلاد السعيده ومن حقي حتى انا نقول لكم شنو دار بيني وبينه. اولا هذه القضيه اللي وقعت ليه هو كياكد لي انه ما غاديش يتخلى على هذا الفن ديالو وغيمشي فيه بعيد وغيطوره. نقولوا كاع ديك السر اللي كاين بيني وبينك فين غادي يمشي معك نقولها ولا تقولها انت؟ لا قولها لهم انت فين غنمشيو انا وياك المره الجايه؟ قولها لهم بغاو يسمعوا صوتك فين غنمشيو؟ نمشيو البرازيل انا وزهراش صافي استاذ زهراش ندير ديسك سميتو استاذ زهراش ميرسي هضر استاذ بالعكس انا نبهتو بحال اللي كنبه اي شاب ان الاشياء اللي ما كتطيحش كتقوي في المشي قالي ما كتهرش كتقوي في المشي وبطبيعه الحال لقيته انسان شاب اللي هو طموح قوي مقتنع بداكشي اللي كيدير ما مقتنعش بالاشياء اللي غلط في حقها. وانا جوابا على سؤال احدى الصحفيات المحترمات ما تكلمتش على الدوله الاسلاميه انا تكلمت على دوله الحق والقانون المؤطره بدستور اللي جعلت من المواثيق الدوليه لحقوق الانسان اسمى من القوانين المحليه الضامنه للحقوق والحريات. وتنظن هذا النقاش هذا لو ديبا هو اللي جعلني باش نقول واحد الرساله ستوب لهذا لو ديبا الخطا اللي غادي نبقاو نهضروا فيه على الاخلاق والدين وكذا الى اخره. من حقنا نهضروا على المقومات ديال المجتمع المغربي والامه المغربيه من حقنا ندافعوا عليها جميعا ولكن كاين مؤسسات صاهره على ذلك لا بالنسبه للدين ولا بالنسبه للاخلاق ولا بالنسبه للقانون ولا بالنسبه للمساءله القضائيه والقانونيه. ماشي اللي فاق الصباح في هذه البلاد غادي يحكم
هاد البلاد عندها ماليها وعندها الاسس ديالها وعندها القوانين ديالها وعندها تراكمات اكثر من 19 قرن وعندها تعدد ثقافي ولغوي وفني باش تكونوا هاد النقطه واضحين فيها. واش هذاك الشيء متعمد ماشي متعمد؟ الله اعلم، حنا ما تندخلوش في سميتو، ولكن كنظن انا هذه واحد الخلاصه بلساني ولسان وصلنا لها في هذا الضيق النقاش. هادشي هادشي اللي وقع بحال اللي وقع في شي حوايج اخرى في السينما وكذا، هذا مجتمع حي، والا ما كناش هاد المرابط كلها متعدده. كره كانت عندنا قناه وحده، راه كاين بعض الامم وبعض الشعوب عندهم تلفزه وحده وكتشعل في واحد الوقت وكتطفى في واحد الوقت. حنا عندنا كل شيء، ها اليمين ها اليسار ها الوسط، ها اللي باغي الراب، ها اللي باغي الاغاني الدينيه، ها اللي باغي الجاز، ها اللي باغي الشعبيه، ها اللي باغي العيطه. هذا مجتمعنا الاخوات والاخوان، فرجائي لكم انتم بالخصوص كصحفيين، حنا نلقاو بالنقاش الى ما هو اعمق كما قال احد الاخوان هنايا. مسائل ما عندها لا علاقه لا بالدين لا والو، عندها علاقه بالتعدد الثقافي. ودايور الدستور ديال المملكه المغربيه راه نص على ذلك في دبجاته، راه تيقول لك المملكه المغربيه اللي عندها ثقافه وروافد متعدده. فلذلك حنا ما ندخلوش في هذه المسائل هذه. واش غيستمر ولا ما يستمرش؟ كنظن هادشي جاوبت عليه. واش هادشي عطا حنا دابا الان ماشيناش هنا باش نتحاكموا ولا نتسائلوا؟ بعض الاسئله تسمحوا لي بعض الصحفيات والصحفيين خليوها متروكه لعمل الضابطه القضائيه ومتروكه للقضاء. انتم الصحفيين بغينا من خلالكم نبلغوا هذه الرساله، تسولونا في الاشياء اللي كاينه، بحال مثلا في الكيت شارج اللي كان مع على حساب مقالي هو وقع واحد الكيت شارج ياك، واش كان هذا الشيء مسؤول ما مسؤولش؟ كنظن انا هذا الشيء راه فيه ايضاحات من جوانب اخرى، وكنظن هذا السؤال يتطرح على الوزاره كان احسن. انا هنايا كنمثل الحقوق والمصالح ديالو، وجوابا على الصحفي صديقي العزيز ما كاينش فرق، انا هنا الان امثل المصالح والحقوق الموكل ديالي. وبغيت نقول لك واحد القضيه، انا في ثقافتي التقدميه والحقوقيه غادي نجاوبك انا غير بواحد الحاجه. الله يعطيك الخير، الله يعطيك الخير. المحامي مديور ولا المحاميه باش الاشياء اللي ما يقدش يقولها الموكل ديالو كيقولها هو. انا اؤكد على ان اسباب تنظيم الندوه الصحفيه اليوم في هذا الصباح واستدعائكم في هذا اليوم ديال العطله هو من اجل ابلاغ الاعتذار لنساء ورجال الامن وكذلك لرجال السلطه ولكل من اعتقد على انه اساء اليه. واش دار الاشهار الكذا ولا ما دارش الاشهار الكذا، واش المخدرات، واش كذا واش كذا، رجائي هذا النقاش احنا ما غنقبلوش انا بعدا، وهذا في الاطار الاتفاق معه، وهذا نقاش راه مطروح في المجتمع. وشوفوه في المجتمع هو فنان وعنده داك الشيء قدو حدو ياك سيسا هو البلان. بغيتي تزيد شي حاجه في هذا البلان؟ انا حاجه واحده اللي بغيت نجاوب على ديال حاجه اللي بغيت نجاوب على واش الاسلوب بغيت تبدل سورسين ولا في الاغاني؟ لا سورس بعدا فهمتي، عندي واحد ساعة كنطلع نغني فيها ولا كنطلع ولا كندير فيها موسيقى. جبونس دابا بهاد الدجة هادي الناس عارفيني دابا شنو كندير سور سين وعارفيني كيفاش كنغني، دونك جبونس بروشينمون حتى الوالدين إلا كانوا خايفين المرة الجاية غيعرفوا كيفاش يجيريو ولادهم. باش نطفي واحد الغضب وقع في المجتمع ونقولوا هذا ولدنا غلط هادي تصلح، كان شي واحد غلط توا يتصلح، ونطوروا هاد الشيء. هادي ميزة بلادنا، في بلدان أخرى حتى الفن مقنن. أنا قلت لكم حتى الصحافة كيكون عندها قناة وحدة، حنا عندنا تعدد شحال ديال القنوات، شحال ديال المرابر الإعلامية، شحال الحرية ديال الرأي وديال التعبير. هي حنا ماشي في الجنة عايشين، باقي ما وصلناش للطوب في مجال حقوق الإنسان وفي دولة الحق والقانون، ولكن كوميم بارابور لواحد العديد ها هي غير جرتنا. حنا كنخرجوا في تظاهرات، كنديروا وقفات، كنديروا من غير التظاهرات الفنيه غادي يسمح لي، لانه هو كنناقش مع داكشي ديال النضال بعض المرات تلقى ما تيقفل فيه والو، بحال انا ما كنقفلش في داكشي ديالو، ولكن كنامل بان من حقه
كمواطن كشاب مغربي انه يفجر الطاقه ديالو الفنيه في واحد الحدود معينه، في واحد الاحترام لثوابت هذه الامه، وفي واحد الاحترام لدولة المؤسسات. ولكن ما غنسمحش كمحامي وكحقوقي لاي كان يطول عليه في المجتمع. هنالك محاكم، هنالك قضاء. وجوابا على احد الاسئله بانه هل عقوبه اللي كتنتظروا، انا كنامن بان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته، وان القضاء هو من يصدر الاحكام، وان القضاء مستقل، وان هذه دوله المؤسسات، وان كاين توازن بين السلطات. وطوطو ما كيديرش السياسه يا اخي الكريم، طوطو ما تيقفل والو في السياسه باش يجاوب في بلاصه السياسيين. هذا سؤال طرحوه على السيد مهدي بن سعيد، طرحوه على الفرق البرلمانيه اللي دوزت القانون للفنانين. طوطو ما كانش كيعرف كاع اصلا واش كانت دارت دعوه ضد من طرف الفنانين، وتفاجئ الاب ديالو وهو حاضر هنا راه كيعرف واحد المجموعه منهم. اذا حنا كنجاوبوا على الاسئله ديالكم في اطار الاحترام، وكنوضحوا من خلالكم للراي العام على ان هؤلاء الفنانين اهرام ديال هذه البلاد. سي عبد الوهاب الدكالي، عصامي، محمد الحيادي الله يرحمه، كل الناس اللي هضر عليهم او جبدهم او شي حاجه ما كانش شي خلفيه، وهذا الشيء سيتم توضيحه اما امام القضاء او اما جوابا على السؤال ديال اخبارنا، ومهم في اطار الصلح. كاين مسائي وستكون مع دفاع الفنانين. فنان متسامح، الصحفي متسامح، المحامي متسامح، المغربي والمغربيه متسامحه ومتضامنين، لانها قيمه من القيم المجتمعيه ديال المغرب. الدين ماشي ديال شي واحد، الدين ديال المغاربه كاملين، والمذهب المالكي المغاربه كاملين، واللي مسؤول على الدين كاين في الدستور. معروف شكون امير المؤمنين، معروف من امارات المؤمنين. فالله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. الرسائل اللي عندنا واضحه، حنا تنامنوا باستقلال القضاء، ما عارفين شنو غيدير معنا القضاء. حنا ما عندنا مشكل الا مع جوج الناس اللي عرفنا حد الان، اما قضيه ديال الامن ولي زوتوريتي ولي جورناليست، واش ما كيتواصلش ولا كيتواصل؟ كنتي كتواصل مع الاعلام؟ لا ما كانش عندهم مشكل، ما عمرو كان عندهم معاه مشكله. اذا هذا الشيء هذا كامل كنظهر لي انا هو وضحته. كانوا جوج ديال لي ميديا اللي عندي معاهم مشكل، واليوم واحد منهم راه حاضر. وحاضر وبالعكس هذاك تنش ما لا سمح لي ما نقولهمش من اول نقولهمش. وهذاك اللي حاضر انا كنشكر انا غنقولو وغنشكر المدير ديالها. شوف اسمعي لي الله يخليك، كاينين صحفيين محترمين بحالكم كاملين، والله القسم الا لقيتهم تيدير واحد الاشياء ماشي فقط لطوطو بل لشبابنا ككل. انا ما كنقول لكمش كنا ملائكه، راه قلتها في الاول، راه ممكن ديري ماشي ملك، ماشي نبي، ماشي قديس، راه انسان كيمشي في الارض وكيطلع كيغني كيغلط ما كيغلطش، هادشي عادي. وشكون اللي ما كيغلطش؟ زعما حنايا طفرناه. فلذلك الله يخليكم، حنايا الناس اللي ظنوا انه كانت اساءة لهم او كان غلط في حقهم، الموكل ديالي اعتذر امام الملأ، والاعتذار فضيلة، ولا يعتذر الا الاشخاص اقوياء في الاخلاق، ماشي التافهين اللي كيحكم الضمير ديالو وكيدير نقد ذاتي لنفسه وتيراجع نفسه وتيقول هذه درتها مزيانه هذه غلطه. هذا قوي ويجب ان ناخذ بيده وان نستمره. واظن ايتها الصحفيات والصحفيين المحترمين، وبهذا ساختم النقاش الذي طرح حول الاخلاق حول كذا، هذا للمجتمع. التساؤلات التي طرحت حول قانون الفنان كذا الى اخره، هذا طرحه على السياسيين. طوطو انسان شاب في مقتبل العمر كيشق المشوار ديالو، اكد لي وبلسان وانا كنأكد لكم انه غادي يبقى مستمر في هذا الشيء ديالو. واللي عجبني فيه هي الانافه ديالو والكرامه ديالو، ما بغاش يتنازل عليها. قال لك انا حتى من اساء الي، وهذا هو التسامح، حتى من اساء الي انا مسامح، ما طلبش مني باش ندير لهم شكايات، ولكن طلب مني باش نكون معاه في المصاحبه القانونيه وندير معاه لاكومبانيومون جيريديك
الى استطعنا ديال الحلول والوساطة والمعالجة والصلح احيانا اذا تركناه ما وانا كنقولها انا نداء الان من خلالكم للسيد تيجيني بما اعرفه فيه من اخلاق وكصحفي محترم ان يستعمل العقل والحكمة ويستعمل التبصر المعهود فيه والشهامة ديال اهل الشرق ديال المغرب الشرقي في التسامح مع هذا الشاب ان كان قد اساء اليه انا ما عارفش الحيثيات ما عارف والو هذا نداء ليه وكنعرفو انسان طيب وخلوق ومحترم ما عنده حتى مشكل معاه طوطو وما تيعرفوش وما تلاقاش والا تم التاويل ديال الكلام ديالو شي تاويل اخر حنا هذاك النقاش غنناقشوه فيما بيناتنا ما كاين شيء القضاء هو للجميع واش غادي يحكموا عليه بكذا ولا بكذا هذاك ما شغلي لا انا ولا شغل المحامي ديالو هذاك شغل القضاء والقضاء مستقل والقضاء هو اللي كينظر في القضايا هو اللي تيحكم على الافعال انطلاقا من القناعه التي تتشكل للقاضي اثناء المحاكمه نقطه اخيره انا بغيت نقول للاخوان الصحفيين طوطو ما عنده حتى شي تمييز ما بين هذا او هذا هاد الندوة هادي تنظمها المحامي ديالو وهو واش وزير الثقافة واش كذا حنا ما كنعرفوه كوزير في الحكومة لأن شخصية عامة واش داك الشيء اللي كان بيناتهم راه كان في لو ال ام والنجاح جوابا على السؤال ديال أحد الصحفيين المحترمين راه العدد الحضور العدد ديال التجاوب مقياس وأنا فخور جدا بأن بلادي من بعد الظروف كورونا قدرنا أننا نديروا تظاهرات رياضية وفنية هذا يحسب لهذا الوطن يحسب لنا جميعا كمغاربة ويحسب للدولة وللحكومة اللي قدرت تدبر ذاك المشكل ديال كورونا وقدرنا نتلاقاو من بعد واش كنتو كتصوروا أن بعد 2019 كاين لحد الآن باقي ما قدرش يتلاقى بالناس بحال هكا كاين لحد الان ما دارش حتى الجلبه هما غير حدانا فلذلك حنا كمغاربه ومغربيات نفتخر بما يتم تحقيقه بما يتم من لقاءات شكر للجميع شكرا لكم على حسن اللقاء ونحن موكلي رنا اشاراتكم ختم شي كلمه تكون رفويه هاك voilà, je pense qu'on a été clair avec cette Zahras. كنتي حاضر ياك اون بلوس وباش نجاوب واحد السيد على قبل قال لك ندوه صحفي انا ندوه صحفي ماكش باغي نديرها بوغ في بلاصه ما تسوني علاش ما درتش ندوه صحفي علاش ماكش باغي نديرها سير سول خالد علاش ما درتش ندوه صحفي مش انا هو المهم كانوا عندي اسباب شخصيه اللي ما خلاونيش نجي اطون في الاخر وصلت ودرت ندوه صحفيه اللي هي بسببها باش جينا احنا كاملين ماشي هذيك فوالا لا ماشي هذيك مزيانة هذي واعرة هذي هذي مع الاستاذ زهراء تفاقش على الاستاذ زهراء زعما لا 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 و جو في مون بولو وصراحة زعما جو بونس كو هادشي كامل كبر بسيد على زعما كبر بزاف كثر ما كان خصو يكبر كانت واحد جوج نقاط فوالا نتمنى هو شي يدوز وصافي راه زعما راه قلنا اللي قلنا اللي كان خصو يتقال نعطيكم بزاف كل برامج ديالو غادي ينفذها ان شاء الله سواء داخل الوطن او خارج ارض الوطن ان شاء الله وباش غادي نختموا انه انا والموكل ديالي لنا كامل الثقه في مؤسسات الدوله وفي القضاء انه هو كمواطن مغربي سيمتثل غدا لاستدعاء الامن وغادي نشوفوا انا داك الاثار القانونيه ديال البحث وما سيترتب عليه ولكل حادث حادث
شكرا لكم جميعا.